فانقسم الناس في شأن علي أقساما، فئة عياذا بالله تبغضه وتنال منه وتسبه، وهي فئة النواصب من أهل الشام، كانوا متمركزين في أهل الشام، كانوا يسبون عليا رضي الله تعالى عنه ويلعنونه على المنابر، وكذلك يسبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمونهم باتهامات باطلة رضي الله عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذب الشانئون وكذب الطاعنون، إن هؤلاء الطاعنين في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تورعوا ولا أنصفوا أبدا، بل كانوا عياذا بالله على ضلال في نيلهم من أهل بيت رسول الله الذين وصى الله بهم. فقد قال الله تعالى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. لكن في الجملة أهل الشام كانوا يطعنون في علي طعنا شديدا ويسبونه ويفسقونه عياذا بالله، وكذلك يعممون أهل الطعن في أهل البيت ويلعنونهم على المنابر، حتى إن معاوية عفى الله عنه وتجاوز الله عنه في هذا الصدد، كان يقول لسعد بن أبي وقاص كما تقدم: ما يمنعك أن تسب أبا التراب، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: يمنعني من ذلك أن عليا فيه ثلاث خصال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانت لي خصلة منهن ما عدلت عندي ما عدلتها الدنيا بما فيها، وكما قال. فشاهد أن معاوية كان يأمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما بأن يسب عليا وامتنع سعد، فهؤلاء النواصب يسبون عليا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب عليا فقد سبني. الذي يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين، هذا كافر مرتد يخرج من الملة بمجرد السب. وقال أيضا: من آذى عليا فقد آذاني. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.